فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كثيرا ما أتأخر عن القيام لصلاة الفجر، يقول: فما النصيحة في ذلك، وما الوسائل المساعدة للقيام؟ النصيحة أنت تتوكل على الله وتعزم تقوم لصلاة الفجر وتعود نفسك على هذا، إذا عودت نفسك على هذا اعتادك، وأيضا تنام مبكر حتى تأخذ حظك من النوم ولا تسهر، خذ حظك من نوم الليل حتى تقوم نشيطا. وثالثا اجعل منبه عندك يوقظك للصلاة، أو أوص من يوقظك للصلاة، اعمل الأسباب. نعم.